جمعة. الوصول إلى هنا والوقوف بين يدي القضاء والاحتكام لقوانينه أو حتى مجرد التفكير بذلك لم يكن واردا بل ومستبعدا تماما من ذهنية مجتمع القبيلة في الجوف، إذا لم يكن حالة ضعف واستسلام أو هكذا عمدت أجهزة لا دولة إلى تسميته طيلة عقود، وحتى في عهد نظام صالح الذي عمل على تغذية دوائر الاقتتال والثارات القبلية وتغييب أجهزة القضاء والدولة عموما في هذه المناطق من اليمن وتحويلها إلى أشبه بمزرعة مفتوحة للقتل والموت. كنا القبيلة يأخذ حقها بالقوة سابقا بقوة السلاح، أما اليوم توفرت لنا القضاء والمحكمة. لم يكن لأجهزة الدولة حضور في محافظة الجوف وفي مقدمتها الأجهزة القضائية التي غيبت كليا عن هذه المحافظة، وإن وجدت حينها فلا تعد عن كونها سورا بداخله مبنى لا يعرف المواطن الطريق إليه، يقول السكان. لكنها وبعد عامين من سيطرة قوات الحكومة الشرعية على مدينة الحزم مركز المحافظة ومديريات أخرى بدأت السلطات القضائية في الجوف بتفعيل دورها والبت في حل قضايا المواطنين الذين أرهقتهم النزاعات والثارات طيلة عقود لفترات طويلة انعدم فيها القضاء في هذه المحافظة، والآن الحمد لله بنعمة من الله سبحانه وتعالى القضاء يتم فض المنازعات سواء في الجانب المدني. أكثر من 700 قضية تنوعت بين جنائية وتجارية وشخصية فصلت فيها المحكمة الابتدائية بالجوف خلال أشهر فقط من افتتاحها، ورغم التحديات الكبيرة التي تواجه عمل المحكمة أبرزها تحول مقرها الرئيس إلى سكن لبعض الأسر النازحة، علاوة عن مطالباتها المستمرة من وزارة العدل بالالتفات إلى ما تعانيه وافتقارها للنفقات التشغيلية ومرتبات الموظفين كأقل ما يمكن لضمان استمرار عملها في هذه المحافظة التي بدأت تتعافى وتستقر تدريجيا. لازلنا نعاني من عدم وجود مبنى مؤهل، حيث أن المبنى تم نهبه في أثناء الحرب ولا زال النازحين يسكنون فيه، وكذا عدم تلبية احتياجات المحكمة من نفقات تشغيلية وقرطاسية من وزارة العدل. إنجاز يحسب للسلطة المحلية هذه المرة بعد أن سعت وبإصرار وحرص كبيرين لتفعيل المحكمة الابتدائية ودورها كجهاز قضائي للفصل في قضايا الناس وسط ظروف حرب معقدة وفي هكذا محافظة لم يكن يحكمها وأبناؤها في السابق سوى منطق القتل والنهب في ظل الغياب الكامل لأجهزة الدولة لعقود، وكانت فيها الجوف مسرحا مفتوحا للخوف والجريمة. علي الجرادي، قناة بلقيس، الجوف.